السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه داهية من دواهي العرب، قال عنه الطبري: ما وقع في أمر إلا وجد له مخرجا. وقال عنه سفيان الثوري: داهية من دواهي العرب. وقال قبيصة بن جابر: صحبت المغيرة فوالله لو أن مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من باب منها إلا بالحيلة والمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلها. كان رضي الله عنه طويلا جسيما ضخما مهابا، من أهل الشجاعة والرأي وأهل الفضل والكرم، وكان مزواجا مطلاقا، حتى أنه قيل تزوج أكثر من 80 امرأة. وبلغ من حبه للزواج رضي الله عنه أنه أصيب يوم القادسية في بطنه، شقت بطنه وحمل ليطبب، فجيء له بامرأة من طي لتعالجه، فلما رآها ونظر إليها قال: ألك من زوج؟ قالت: ويلك، أو ما يشغلك ما أنت فيه عن هذا؟ يقول رضي الله عنه: ما غلبني في الحيلة إلا شاب من العرب. يقول: جئت لأخطب امرأة، وكان الشاب يبدو أن الشاب كان يبغاها، فقال لي: لا تخطبها، لا تفعل ذلك، فإني قد رأيت رجلا يقبلها. يقول: فتركت ذلك. وبعد مدة علمت أن هذا الشاب تزوجها، فلقيته، فلما لقيته قلت له: كيف تفعل ذلك وقد قلت لي ما قلت؟ قال: نعم، لقد رأيت أباها يقبلها وهي صغيرة. يقول: طلعت فيه، قلت: ما أعطاك إلا الله، روح بس روح. يقول هو عن نفسه رضي الله عنه: كنت من سدنة اللات، صنم أهل الطائف. يقول: وكان في نفسي أن لو أن قومي كلهم تبعوا محمد ما تبعته ولا دخلت في دينه. يقول: وفي يوم من الأيام أراد نفر من بني مالك 13 رجلا من بني مالك، وهم من ثقيف ولكن من فخذ آخر، ليس من فخذ المغيرة، أرادوا السفر للمقوقس في الإسكندرية، فأردت السفر معهم، فذهبت واستشرت عمي عروة بن مسعود. عروة بن مسعود سيد أهل الطائف، هو كان على الشرك، أسلم عروة رضي الله عنه بعد ذلك، فنهاني وقال: لا تذهب معهم فإني أخاف عليك، كلهم عيال عم وأنت غريب وسطهم، أخاف يغدرون بك. يقول: ولكني لم أستمع لرأيه وسافرت معهم إلى الإسكندرية حتى بلغنا المقوقس، ووجدناه يجلس على قصر مطل على البحر، فوفدنا عليه فأكرم وفادة القوم وأكرم سيدهم، سيد هؤلاء أكرمه، ثم جلسه بجانبه وسأله وقال: هل هؤلاء كلهم بنو عمك؟ فقال له: نعم إلا ذاك، وأشار عليه، قال: ذاك مو منا. يقول: فاحتقرني المقوقس، احتقرني. يقول: فلما جاءت الهدايا أعطاهم كلهم هدايا مجزية، وأنا لم يعطني شيئا يذكر، فوقع ذلك في نفسي. يقول: ولما خرجنا من عنده ما واساني منهم أحد، يعني يقول: كنت أنتظر أحد يقول لي يعني ما عليه الرجال ما أعطاك وكذا قصر معك، تدري خذ هذه من عنده. يقول: ما فعلوا ذلك، بل ذهبوا إلى السوق يشترون الهدايا وكذا، ويقول: أنا النار شابة في جوفي. يقول: فأضمرت لهم الشر. فلما خرجنا وفي الطريق نزلوا منزلا أرادوا يشربون الخمر، فعصبت رأسي وتمارضت تظاهرت بالمرض وقلت: أنا مريض وما بكت، تدرون أنا بأسقيكم، أنا بصب لكم وأسقيكم، أما أنا والله ما أقدر أشرب. يقول: فصرت أترع لهم الكؤوس، يعني أعبي لهم الكؤوس، إلى أن سكروا جميعا وناموا. يقول: فقمت عليهم وقتلتهم جميعا، ذبحهم كلهم. هذا اللي كان عم خايف عليه منهم، ذبحهم كلهم. يقول: وسلبت أموالهم واستقت الإبل وذهبت إلى المدينة. يريد أن يسلم دحين بعد ما سرقهم، يبغى يسلم. يقول رضي الله عنه: فدخلت المدينة وتوجهت للمسجد، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه، فرآني أبو بكر فعرفني، وكانت علي ثياب السفر، فقال لي أبو بكر: أقادم أنت من مصر؟ قلت له: نعم. قال: ما فعل المالكيون؟ قال: قتلتهم جميعا، وجئت مسلما ومعي سلبهم أقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه، قال: أما إسلامك نقبله، أما هذه الأموال فلا نقبلها، فقد أخذت من غدر. أما بنو ثقيف فكادت تقوم بينهم معركة ومقتلة من أجل ذلك، فتحمل عروة بن مسعود الدية، دفع دية 13 رجال كل عشان ابن أخيه، يعني ليصلح نفوس القوم، ففعل ذلك.
أما المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقد أقام في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن خرجوا إلى الحديبية، وكانت أول سفرة يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم لتلك السفرة، وهي كانت عمرة. ثم تعلمون قصة الحديبية وما كان بين تفاوض منهم وكذا، وكان المشركون يرسلون النبي صلى الله عليه وسلم ويفاوضونه. فكان ممن أرسلت قريش، أرسلوا عروة بن مسعود عم المغيرة، فجلس عروة بن مسعود أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاوض معه، وأثناء التفاوض كان يمد يده للحية النبي صلى الله عليه وسلم ويمسكها ويقبل، يعني هكذا، يعني هي عادة العرب، إذا أراد الرجل أن يلاطف الرجل يمسك بلحيته ويقبلها ثم يتفاوض معه. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم مدجج بالسلاح لا ترى إلا عيناه، فلما رأى عمه يمد يده للحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمدن يدك إن كانت لك بيدك حاجة، وضربه، قيل أنه ضربه بصفح السيف. فقال: ما أفضه وأغلظه، من هذا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ابن أخيك. قال: ويحك أي غدر، ما غسلت سوءتك إلا البارحة، يعني أنا اللي دافع عنك الدية وتسوي كذا؟ قال: المهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المغيرة رضي الله عنه شهد المشاهد كلها بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة عمر رضي الله عنه ولاه على البحرين، فكرهه أهل البحرين، أهل البحرين كرهوا المغيرة، فاشتكوا عمر وقالوا: ما نبغى المغيرة، فعزله، ولكنهم خافوا أن يعيده إليهم، فقال لهم دهقانهم وهو كبيرهم سيدهم، قال: إن أطعتم رأيي لن يعود إليكم المغيرة. قالوا: نعم نطيعك. قال: إذن اجمعوا لي 100,000. فأعطوه 100,000، 100,000 دينار أو درهم، المهم، فذهب بها إلى عمر رضي الله عنه في المدينة، وقال له: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة بن شعبة قد سرق هذا من بيت مال المسلمين وأودعه عندي في بيتي، وأنا اليوم جئت أعيده لك. فدعا عمر رضي الله عنه المغيرة وقال له: ما تقول في هذا؟ قال: كذب يا أمير المؤمنين، بل هي 200، أنا صحيح سرقت لكنها 200 مو 100. فقال عمر: وما حملك على ذلك؟ قال: الحاجة والعيال، المهم 200 مو 100. فالتفت إلى الدهقان فأخذ الدهقان هذا يصيح ويقول: والله ما أودع عندي لا كثير ولا قليل وكذا، بس حنا خايفين منه، وكت المكحلة كلها. التفت عمر إلى المغيرة وقال: ما حملك على هذا؟ يعني ليش تتهم نفسك بالسرقة وتعترف بشيء ما هو لك؟ قال: كذب علي فأردت أن أخزيه. داهية من الدواهي رضي الله عنه. ثم إن عمر رضي الله عنه ولاه البصرة بعد ذلك، وهو أول من وضع ديوان البصرة، ولكنه بعد ذلك اتهم بالزنا رضي الله عنه، وشهد عليه نفر بأنه زنى وجيء به إلى عمر، ففي الشهادة اختلفوا كذا وما ثبتت عليه، فجلدهم عمر رضي الله عنه، جلد هؤلاء الشهود، جلدهم على هذه الشهادة لأنها لم تثبت في حقه رضي الله عنه، ولكنه عزله عن ولاية البصرة. ثم بعد ذلك ولاه عمر الكوفة رضي الله عنه، وهذا فيه دليل على براءته رضي الله عنه، وظل أميرا على الكوفة حتى قتل عمر رضي الله عنه، ثم أقره على إمارتها عثمان رضي الله عنه، بعد مدة عزله عثمان عن تلك الإمارة. وأما أخباره في الجهاد وفي الفتوحات فكثيرة يصعب حصرها في هذا المقام، وقد اعتزل الفتنة رضي الله عنه التي وقعت بين علي ومعاوية، اعتزلها تماما، وقد حج بالناس سنة 40، عندما شغل علي رضي الله عنه ومعاوية شغلوا عن ذلك، حج بالناس سنة 40 وصلى بهم. ولما اصطلح الحسن بن علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه بايع معاوية، ثم إن معاوية ولاه على الكوفة وظل واليا عليها حتى مات سنة 50 للهجرة، وكان عمره إذ ذاك 70 سنة، رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، وألحقنا وإياكم بركب الصالحين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.